انا شي بلي شي يكون عزوف على الزواج لحقاش الزواج كيبان لي انه كيتطلب بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال المصروف، واغلبيه العائلات زعما شي يبغوا زعما شي راجل يكون زعما خدام يكون عنده مثلا مدخول كبير. ولاو كيهربوا من الزواج قبل كانوا كيمشيو يعني يمشيو يتزوجوا داك الشيء باش يعني يديروا لي بيزوان ديالهم، تلقى المرا اللي يطيب ليها يدير ليه الميناج يدير معاها الدراري وداك الشيء. ولكن دابا لا، ولا كلشي عندنا متوفر، لو لي ريستو ولا البنات موجودين، يقدروا كل نهار باغي يدوز نهارو مع بنت اخرى، ما بغيش يعني ما بغيش كيقربش على الاستقلاليه اللي في حد ذاتها. كيفاش نقولوا انا كشاب عندي طموحات باش نتزوج، ولكن عندي واحد الجانب السلبي هو الخدمه، ما لقيتش خدمه في هذه البلاد هذه، ومن داك الناس اللي باغي يبقى حدا امه، لان بقات عندي غير الوالد، الوالد الله يرحمه، عندي مسؤوليه ديال الوالد ديالي، ما يمكنش لي انا غنمشي لبرا نحرق وغادي نغامر براسي باش نوصل لواحد الدوله باش نخدم، عاطي واحد الحقوق، هنا ما كاينش واحد الحقوق في هذه البلاد هذه. الحاله الماديه، الاقتصاد، انسان ما خدامش، عنده اجازه، عنده البكالوريا وما خدامش، كيفاش غادي يدير تفتح بيت؟ خاصو البيت، خاصو الخدمه، ترافاي، خاصو يكون عنده واحد الدخل مونسيال، راتب شهري باش حتى هو يفتح. والحمد لله المغرب راه مزيان. ما كتبغيش دابا الراجل يتحكم فيها بحالي انا دابا، ما بغيتش لي يتحكم فيا. انا سي كونت الزواج، الزواج عندنا في المغرب ما كتبقاش لك هذيك لا ليبرتي ديالك، صافي كتولي حاس بحال مسؤوليه كبيره، وما كاجينيش نكون مسؤوله سيرتو الدومين ديال الزواج. لا هيك تبقاو ديما في المشاكل والصراع، سي كونت الزواج. لا الا ما كانش انسان خدام راه ما تبغيش تبدا تتزوج به، هو ما خدامش، هو ما قادش حتى براسو ويعاد تتزوج به تمشي تكرفص، هذا هو السبب وهذا هو المشكل كله. راه ممكنش اللي ماشي بغيش يتزوج، هذيك السنه ديال الله اي واحد تيبغي يكملها، ولكن المجتمع ديالنا حاليا كاينين بزاف ديال المشاكل اللي ما تيخليوكش تتزوج، منهم اولا البطاله، ثاني حاجه كشي كتقلب على خدمه كتلقى يعني الفتيات او النسبه ديال تشغيل الاناث اكثر من النسبه ديال تشغيل الذكور. شنو هو السبب ما عرفتش. السي العثماني كيقول لك وراك على انقاصه تحل روبيني، حنا بغينا نفهموا بزاف، بغينا نوصلوا واحد الميساج ديال بغينا نشوفوا هذاك لانكاسه ويخدم ويتحل روبين، بغيناكم انكم تشوركوا على لانكاسه يخدموا هاد الشباب باش نقسم العزوبه، والشاب تاهو اللي عنده واحد الطموح باش يتزوج يولد وليدات. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول من الاول بدا تزوج، وهذا الراجل اللي ما عندوش مسكين ما عنده باش ما عنده سكنه ما عنده واحد الاجر رسمي واحد كيف باش غيتزوج. الشباب خصهم ينوضوا يخدموا ويشمروا على سواعد الجد ويدير الجيب سخون ويتزوجوا من حبابيه، ولا بغى يتزوج غير بلاتي يضحك على بنات الناس ويضحك على راسو ويبقى ناعس يخليه ناعس.